مرحبا، يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم، سلام للجميع. اليوم في الحلقة الثانية من السيزن الخامس عن بلاك ميرور حنتحدث عن هاي الحلقة، حلقة شوية كد بتحكي عن السوشيال ميديا، اسمها سميثرين. سميثرين اسم الشركة اللي مسوية تطبيق، في كان بالحلقة هاي تطبيقين، واحد اسمه بيرسونا وواحد سميثرين. حنحكي عن بيرسونا لاحقا، خلينا نكمل عن سميثرين. هذا الشخص بكون إنسان طبيعي بيشتغل بشركة زي شركات توصيل أوبر أو إشي، كل شغلته بس يلقط ناس من هاي الشركة سميثرين، فبلقط واحد من هدول العمال وبأخده معاه. طبعا بتشوف الشرطة هون بخطفه، بوصل فيه إن الشرطة بتلاحقه، بحكي للشرطة إنه أنا مستعد أطلع هذا الشخص، أنا ما بدي أقتله، بهدف بشرط واحد إنه أحكي مع رئيس شركة سميثرين. طبعا كل الحكي هذا كيف يوصلوا لرئيس هاي الشركة؟ بوصلوا بيحكوا مع الشركة، بقولوا لهم يا جماعة هذا بدي يحكي مع رئيس الشركة، هذا كل المطلوب. بقولوا لهم رئيس الشركة عم بعمل مديتيشن سموير. المهم بيحكي مع رئيس الشركة، هذا بيطلع القصة ما فيها. طبعا هون بيجيبوا الشرطة، بيحاولوا انهم يدخلوا، بيحاولوا انهم، هذا معاه مسدس خايفين على الرهينة. في النهاية بوصلوا لرئيس الشركة وبيحكي معاه هاتفيا، اعتقد يس هون لما بيحكي معاه، هاي رئيس الشركه في عالم اخر قاعد بيعمل مديتيشن، فبيحكي له انه السوشيال ميديا الويب سايت اللي انت عامله للاسف ادى الى دمار ناس كتير، صار يستغل الشباب. وطبعا بتكون له قصه انه هو زوجته وبنته توفوا بحادث سياره من وراء السوشيال ميديا التويتينج، وهم هي كانت مرته سايقه، او هو كان سايق وجاء زي مسج على سميثرين. ف يعني هذا بحكي لك عن لما الواحد بكون سايق ما ينتبه على السوشيال ميديا تبعته والمسجات اللي بتجي. فجاء مسج ثواني، هو شاف الشارع فاضي ثواني بس بده يطلع على المسج، عمل حادث، توفت زوجته وبنته، فقرر ينتقم من رئيس الشركه، مع انه رئيس الشركه ملوش يعني، هي هون بتطلع ما ذنبه، هو اللي غلط، لكن للأسف طبعا هو محمل الحالة النفسية اللي عاش فيها، قرر انه ينتقم من هاي الشركة. وطبعا زي ما انتم شايفين هون بيحكي مع رئيس الشركة، رئيس الشركة بهدي أعصابه، آخر شيء قرر هو انه يطلع الرهينة وبتنتهي القصة. يعني موضوع بيرسونا انه هي شركة ثانية زي كيف هلا فيسبوك، يعني بتكون صديقة له أو تعرف عليها، هو بنتها توفت لكن هي مش عارفة تقدر تدخل على الأكاونت تبعها، كل ما تحكي مع بيرسونا أو الموقع هذا بقولوا لها للأسف ما بنقدر نعطيكي، لازم الشخص نفسه يتصل فينا، بتقول لهم هي توفت، بقولوا لها ما بنقدر نعطيكي معلوماتها الشخصية. فأني هاي كل القصة، قصة بتحكي عن السوشيال ميديا، عن إنه كيف إحنا مش لازم نسوق ونتطلع على المسجات تبعتنا. قصة شوية قد قريبة على واقعنا، يعني أعتقد هاي سميثرين زي فيسبوك وتويتر وبرسونا، فعلا كتير ناس بتلاقيهم ماشيين بالشارع عم بتطلعوا على هذا، ممكن يؤدوا لحوادث كتير، صارت الحوادث يعني حتى بقول لك الحوادث الآن أكثر حوادث موجودة في السيارات موجودة بسبب الديستراكتد درايفنج، او انك انت بتسوق ومعك الموبايل وعم تطلع عليه. قصة واقعية من واقعنا الحالي، يعني اوكي هم مخترعين اسماء شركات ثانية لكن فعلا هذا موجود وبتلاقي ناس كتير. والان عشان هيك بعض الشركات والحكومات عم بتعمل ريستريكشن على استخدام الموبايلات، سواء بالغرامات او حتى الموبايل اذا شعر انه السيارة ماشية راح يصيروا يغلقوا الموبايل، ما تقدر تتحكم فيه الا بمثلا الاب تبعت الماب او شيء زي هيك. شو رايكم في هالحلقه؟ حلقه شويه سريعه وجميله لكنها حلقه مهمه جدا انه نتعلم منها درس. اذا عندكم اي شيء بتحبوا تحكوا لي اياه حطوه في التعليقات، احضروا الحلقات الماضيه والحلقات القادمه، اعملوا سبسكرايب لهذه القناه، اعملوا شير مع اصحابكم، وتابعونا في الحلقه القادمه من السيزون الخامس، ونراكم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.
من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.